طيب أستاذ حسان، الاعتماد وخلينا نقول الجهات اللي هي موجودة تحت خلينا نقول رقابة المركز، هل يكون إجباري؟ طبعا كما ذكرت هي المجالات متعددة، هناك أدوات تشريعية ضمنت للمركز العمل. أحد هذه الأدوات التشريعية هو نظام المختبرات الخاصة، وبالتالي نظام المختبرات الخاصة يفرض على المختبرات سواء كانت حكومية أو خاصة بالحصول على الاعتماد. جميل. أحد الأدوات الأخرى وهو تنظيم المركز الذي كفل للمركز باعتماد جهات تقويم المطابقة، ونحن الآن في علاقات ومشاورات كثيرة مع قطاعات حكومية وقطاعات شبه حكومية وقطاعات خاصة. ممتاز. وهناك نمو في شراكات مع قطاعات طبعا خاصة. وهناك نمو قادم، ونتوقع إن شاء الله من خلال 3 سنوات لنغطي كثير من هذه المجالات تقويم المطابقة. طيب أستاذ حسان، هل لكم كود معين أو شعار معين؟ أنا جاني فضول ترى أشوف شعارهم على المختبرات، وعلى هل لكم رمزية معينة للمركز السعودي؟ نعم. شعار المركز عبارة عن نخلة يعني، و هذا هو موجود على نعم في البطاقة، وهي عبارة عن علامة الصح في جذع النخلة هو أوراقها أو سعفها، وهي تدل على أنه هذا المركز يعني عنده كفاءة فنية نتكلم عنها، قادر على التصدير، قادر على التصدير وإعطاء الثقة بمنتجاته سواء محليا أو خارجيا. الصورة هذه يا شباب بالله شوي، تشوف فوائد الاعتراف الدولي فعلى الشاشة. وش فوائد الاعتراف الدولي طالما الشباب حطوا الصورة على الشاشة؟ يهمنا بعد أهم شيء بالنسبة للمملكة هو تعزيز التبادل التجاري. لماذا؟ لأنه المنتج لما يأتي من الخارج ومعه شهادة سواء كانت شهادة اختبار أو شهادة مطابقة، إذا كان المركز في الجهة المقابلة في الدولة المقابلة وعنده اعتراف دولي، وبالتالي يضمن للمملكة عدم تكرار الاختبارات، وهذا ينطبق على الصادرات السعودية. فحصول الاعتراف من المركز وبالتالي كل الجهات المعتمدة من المركز حصلت على هذا الختم، يصير في جودة عالمية، جودة مقبولة لتعزيز التبادل التجاري وتقليل الحواجز الفنية. هذا الأمر هو أهمها. الأمر الثاني يخلق نوع من الثقة في المنتجات أو الخدمات المقدمة سواء كانت مستوردة أو محلية. طبعا تركيزنا نحن على التركيز على المحلي لأنه إن شاء الله بيكون نافذة للتصدير، فهذا أمرين مهمات. وأيضا كما ذكرت يعني وأمامكم في الشاشة، نثق في البيانات من القطاع الخاص، جهات تقويم المطابقة التي تؤدي هذه الاختبارات أو النتائج، عندها الكفاءة الفنية لإعطاء المستهلك أو المستفيد أو المستورد الضمانات الكافية لأنه ممتثل للمواصفات. طيب أبرز الجهات الحكومية المعتمدة؟ طبعا عديدة حتى الآن، لكن من أبرزها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، عندهم ما يقارب 8 مختبرات. المركز الوطني للقياس والمعايرة واحد المراكز المهمة عربيا وإن شاء الله عالميا بإذن الله، أيضا معتمد من المركز. هيئة الغذاء والدواء عندهم مجموعة مختبرات، عندهم مختبرات ما شاء الله متقدمة وتعتبر مرجعية مثل هيئة المواصفات والمقاييس ومنوعة وجدا وذات نشاط مهم وحيوي للبلد. أيضا عندنا مجموعة أخرى قادمة إن شاء الله تعالى، تحلية المياه، الشركة الوطنية للمياه، شركات شبه الحكومية سابك وصدارة وغيرها. طيب أستاذ حسن، خليني أسألك سؤال أخير في فقرتنا المبهرة هذه. الآن أنا كصاحب منتج أو عندي منتج أخذ هذا التقويم، أو خلينا نقول لسه ما أخذه، كيف يعزز فيني روح التنافسية؟ خصوصا منتجي هذا ممكن يتصدر لبرا، يصير من المنتجات المطلوبة وفقا للاعتراف الدولي للمنتج فردية يعني؟ لا لا، نتكلم عن تنافسية الجهات. صحيح. الاعتماد من شروطه أنه تطبيق المواصفات الدولية، وبالتالي هذه أحد الشروط تتحقق، بمعنى أنه المنتج بحصوله على الاعتماد لهذا المختبر أو لهذا الخدمة، حصوله على الاعتماد هذا يعطيه طابع أنه امتثل للمواصفات الدولية، فهذا أهم شيء يحصل عليه جهة تقويم المطابقة. بحصولها على الاعتماد تمتثل للمتطلبات الدولية، وبالتالي لا يوجد متطلبات خاصة أو انحراف عن المتطلبات الدولية. هذا يعني متطلبات مشتركة. مشتركة، هذا أمر. طيب. الأمر الثاني هو الكفاءة.
إثبات أنه هذه الجهة عندها الكفاءة وعندها الحياد وعندها الاستقلالية في اتخاذ القرار، لا تتأثر بمجلس الإدارة، لا تتأثر بالعميل، لا تتأثر بأي أمور خارجية، وإنما تأخذ قرارها بناء على المعطيات. تجمعكم مظلة واحدة عالميا؟ نعم، نحن كمراكز اعتماد وطنية نعم تجمعنا مظلة واحدة اللي هي المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات وما تعرف بالآيلاك، وهي معروفة بين أهل الاختصاص، وهي منظمة مهمة جدا، والحمد لله يعني حصولنا على الاعتراف. سؤال أخير بس، يعني تحدثت في البداية عن اعتماد الشهادات، لكم علاقة بموضوع الشهادات؟ نعم، فصلها لي باختصار. أي نعم، منح الشهادات وهي الجهات التي تعطي شهادات، بمعنى تعطي شهادات إما نظم إدارة مثل الآيزو 9001 أحد الشهادات المشهورة، أو شهادات أخرى، إدارة الطاقة، إدارة البيئة، الصحة والسلامة المهنية، الجودة للأجهزة الطبية، مختبرات الطبية وغيرها، مجموعة. هذه الجهات هي تتأكد من أن العميل استوفى شروط معينة وبالتالي يحصل على شهادة معتمدة. طبعا إذا كان هو مركز معتمد الشهادة تكون وبالتالي تكون معتمدة. الله يعطيك العافية الأستاذ حسان الوهيبي، نائب المدير التنفيذي لعمليات المركز السعودي للاعتماد، شيء مبهر.